عليكم أزول تحب غزاوي من ربدا كيش نحلقات جديدة كدين الشيماء. الموضوع نغ نهارا نغدس قصي نغ نهارا هو خمان تمشاني سبحاني جايز ماذا سيسعدو المواطن نها نزده هنديت النظر ودي شهر رمضان وحمارات كني واتسلمي دان غنان قيمت كين غرانكا. بالنسبة لرمضان أحسن الأوقات اللي سعدو وسعدو خدمتك تمدوك تمدوك شتينو ذي الأعمال الخيرية ينتق ذي الأنشطة الرمضانية. تدعت النخ طبعا ذا مش تنا ثم جوكتينو الاعمال الخيريه ينقى عامية ان شاء الله المحل خمسه ذني توا ترحم ويا غيرين غيرين وث مش عندنا راجي ويا الطاس غان مشان لا كورنيش اي غان غوها مودي شان ما غاخش نخدم نتقيت وغان خشان تودي حنجان تسعران صافي هذا انت تدي الكل واد ماشي كومبرين شويه كومبرا غا هدا تاع نعقب نسود المغاب ديال الكل هذا سؤال محرج يمكن ولا لا علاش علاش مازال ما كاينش حتى شي حاجه حنا اصلا يعني المدينه كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال هاد الناس ديال المدينه من ناحيه المجلس الاقليمي ولا من ناحيه المجلس البلدي ان يشوفوا الالتفات لهاد المدينه هذه تكرارا هذه مده ديال 3 سنين وانا عطيت واحد النداء منين كان المجلس الاقليمي الاول او المجلس البلدي الاول عطيتهم واحد النداء هذا كيتكرر للسي ازكواغ كشجعناه في الاول وطلبنا منه انه يشوف الالتفاته شنو من البلاصه بنظرك انت يا شيماء ها النظر ديالك انت يا شيماء فين غادي تدوز احسن نهار في الناظور دابا كنسولك انت دابا راه كل واحد شنو قال لي انا قلت لك النظريه ديالي احسن بلاصه في الناظور انت والو انت احسن بلاصه في الناظور هو المسجد هي الصلاة جمعيتنا نحن معا معروفة على الصعيد الإقليمي والوطني طبعا كل رمضان نتق من يشتابن نتق القفاف نتعاوني وذان توريد الحالة النظام مش تقى نهارا إيوا واش نتعاون من زيما يا إما الماكلة يا إما التمنيات يا إما شاني جن تختص تفاوت شاني جن أمان شاني جن رشرا على حسب الإمكانيات تبارك الله خاوم والله يتقبل شكرا تعاوش المباركة بعدا يسلم من مارة الجالية المغربية مقيمين بالخارج تمشى أنت تصبح ذي غتا يحدي يا رمضان تمشى أنت تصبح هو ذي مبوش أنا حاجتك تازي المسجد اللي صار حتى البال الانسان النفسيه عيني ودي مش الحاج دي مبارك تولد غنغبي مش انا مودي بارد زمان لا ودي نشا ودي ني مش عندي كورنيش ولكن اخو اصلا العائله تقريت يتغي من دينيا قام اصلا تمشى تصبح عندي رمضان تاعي حديس الصور غمدي المناسبه وانا تنزاد جوز الصور بو وانا هو انا ستاح دي هدا احسن كل كبار ودي سمي غزار صافي الخدمه صافي الخدمه صافي وفي الليل تا هو المحل تا هو المحل تاول المحل ما عندك شي بلاصه هكا كترتاح فيها ولا كتمشي لا والو ديما المحل انا ما تمشي تشكي لي تايح يعني تغيمي داي سايح دينا انا ما يتايح ني شان دي هدات صاف ميدا شي تعجب نديهم شان ميدا يستوري غداني تاع شقاري الكون شي دي شارع ايوا غنغ الكورني جاي صبح نوهاني غنغي مشان نغني شخمني تكمر كون جيا دكور غير خدمت غاري كارو يلا حمد ولي واه ايوا ان شاء الله تفت سعد رمضان ان شاء الله هذا الشيء داري يزن واخا بيض الرحمن اما ولكن في مغاري عندي حنجان سنت هذه امشي ريت تفنت وها ماني سكينه ولا راني غاوي اكزاكتمنت ايوا الشيء قلت لي عزيز يسمنك في مغاري خصي شويه الاحتياطات وينا ايوا تسنتي داب وكذا شويه الامن عادل شويه مش هنا التسير من غلا المنظر الصباح اش كنها نشتا زدت تقعد على لا مارشي تبانايا ايوا شي قت ويدا وتمانو قالو كسا شوي وني خصها انتك شوي نهار الرياضه ما حنا نقيم شوي اون فورم كي من الروايه تنهزي قضيه راه تعجش اش كيحفظ ربي شكرا بارك بارك الله فيك يعني ما كايناش هكا شي بلاصه ترتاح فيها هكا في النهار تجلس فيها راه قلت لي الناظور ما هدرتي ليش على مر راه هدرتي لي على الناظور راه كاين الحاجه ديال الناظور وكاين الحاجه ديال مارتشيكا اون جينيرال ها يعني نقول لها اقليم ياك اقليم ما كاين حتى شي بلاصه حتى هو بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك